خطة مدروسة لنشر الفوضى يعتزم أنصار الإخوان تنفيذها في ميادين مصر وشوارعها، ردا منهم على عزل مرسي من منصبه. خطة طويلة الأجل اتهمت حركة إخوان بالعنف المنشقة أخيرا عن جماعة الإخوان الجماعة بالتخطيط لها، ونشرت تفاصيلها حركة تمرد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الخطة الإخوانية تتضمن بحسب المصادر ذاتها تحرك أنصار الجماعة خلال أيام الجمعة من كل أسبوع، والانتشار في المناطق والأحياء الشعبية، واستفزاز أهالي تلك المناطق بهدف الدخول في صدام معهم وإخراج مصطلح شبيحة السيسي، ومن ثم إرسال لقطات مصورة للاشتباكات المتوقعة للفضائيات المؤيدة للجماعة. كذلك تتضمن الخطة الإخوانية تخطيطا طويل الأجل لاغتيال بعض القيادات السياسية واقتحام المنشآت الحيوية للدولة ومحاولة إرهاب المؤسسات العسكرية من خلال توجيه ضربات لها وتعطيل السكك الحديدية بهدف خلق الفوضى. خطة يعززها بحسب حركة تمرد تمسك الجماعة برفض أي محاولة للتصالح مع النظام الحالي، تخوفا من اعتقال قياداتها المطلوبين للتحقيق بتهمة التحريض على القتل واستخدام العنف. وكذلك تهجم الجماعة على المنشقين عنها أخيرا على غرار وصفها حركة إخوان بلا عنف بأنها حركة انقلابية من صنع أمن الدولة، الأمر الذي ذهبت الحركة إلى اعتباره فقدانا لصواب الجماعة بعد عزل مرسي. سهام بن زموش، العربية.